الإقجاع يرد على رفض الجزائري شرط المغرب للمشاركة في الشان. أوضح فوز الإقجاع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم اليوم الخميس 29 دجنبر الجاري أن الأخيرة لم تطلب من الجزائر توفير رحلة خاصة للمنتخب الوطني للمحليين إلى مدينة قسنطينية كما يتم الترويج له، وإنما الطلب هم الترخيص لهبوط طائرة الخطوط الملكية المغربية في مطار المدينة المذكورة المحتضنة لنهائيات كأس إفريقيا للمحليين. وجاء تصريح الإقجاع ضمن الندوة الصحفية الأسبوعية التي يقوم بها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم الخميس عقب رد الجزائر الرسمي الذي رفضت فيه توفير خط مباشر لأي منتخب في إشارة إلى المنتخب المغربي. وأضاف الإقجاع أن الجزائر باعتبارها البلد المنظم لبطولة كأس إفريقيا للمحليين الشان عليها تقديم جميع التسهيلات للفرق المشاركة وفق دفتر التحملات الذي يضعه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف الذي ننتظر منه الرد بخصوص الترخيص لهبوط الطائرة المغربية في مطار قسنطينة.